وما حكم الإسلام في إشهار الخطبة وإعلانها؟ وهل يجوز لإنسان أن يخطب امرأة وهي مخطوبة لغيره؟ من المعروف في جميع المذاهب الفقهية بل وفي الشرائع العامة أن إشهار الزواج مطلوب، وإذا كان البعض يكتفي به عند العقد أو الزفاف فإنه لا بأس به عند الخطبة أيضا، حيث لا يوجد نص صحيح يمنع إشهار الخطبة. والحديث الذي يقول أظهر النكاح وأخف الخطبة حديث ضعيف السند، وإن كان السيوطي قد صححه في الجامع الصغير، ولو صح لكان المقصود منه عدم المبالغة في إشهار الخطبة، فربما لا يتم الزواج ويكون الندم على ما حصل ويكثر التعليق من الناس على أسباب هذا الفشل. يؤخذ من هذا أنه لا مانع من إشهار الخطبة مع التوصية بعدم المبالغة فيها. وإذا تمت الخطبة ووافق الطرفان عليها وعرفها قليل أو كثير من الناس، هل يجوز لإنسان آخر أن يتقدم للمخطوبة ليخطبها؟ روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. في رواية عن عقبة ابن عامر: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر أو حتى يترك. قال النووي في شرح صحيح مسلم: أجمع على تحريم الخطبة إذا كان قد صرح للخاطب الأول بالإجابة أي الموافقة، ولم يأذن للخاطب الثاني، ولم يترك هو الخطبة. فلو خطب إنسان على خطبته وتزوج والحالة هذه عطى وصح النكاح ولم يفسخ، وهو مذهب الجمهور. أما إذا كان الخاطب الأول لم يصرح له من أهل المخطوبة بالموافقة، ولكن عرض له بكلام يحتمل الموافقة وعدمها، فهناك قولان للشافعي أصحهما أنه لا يحرم على الثاني خطبة هذه المخطوبة من قبل. وأيضا إذا صرح وأذن الخاطب الأول للثاني بالخطبة أو ترك هو خطبة الخطيبة، جاز لأي إنسان أن يخطبها. ومحل تحريم خطبة المخطوبة إذا علم الإنسان بأنها مخطوبة، أما إذا لم يعلم فلا حرمة. هذا، والمخطوبة إذا وافقت لا ينبغي لها أو لأهلها فسخ الخطبة إلا إذا ظهر خطر أو عيب لم يكن معلوما من قبل، والله أعلم.